لسه كلامنا الحقيقة عن الطقس مكمل، لكن نتكلم تحديدا عن محافظة الإسكندرية اللي بتشهد أمطار رعدية غزيرة، ده بجانب رياح شديدة واللي كان ليها دور كبير جدا في ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط وخروج الماء إلى كورنيش بالإسكندرية. طبعا هنتكلم عن هذا بالتفصيل مع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية. عرفنا على الوضع في الإسكندرية وإزاي الإسكندرية محافظة الإسكندرية بتتعامل مع الأمطار وتراكمات المياه، يمكن المشكلة اللي كانت بتعاني منها محافظة الإسكندرية في السنين اللي فاتت. نشوف إيه اللي بيحصل، وزي ما احنا شايفين مع حضراتكم في هذا الفيديو يمكن شايفين تجمعات للمياه وشايفين كمان حتى عربيات شفط المياه اهي موجودة. يعني طبعا احيانا بيبقى فيه برضو بعض التجمعات العربيات بتبقى شغالة على شفطها يا احمد. صحيح. طبعا ده بيسبب بقى يعني مشاكل وهو كتير. يمكن اعلنوا يا جمانة حالة الطوارئ القصوى في اسكندرية تحديدا بالامس بمجرد ما تعرضوا لهذه نوة الفيضة الكبرى، وبدأ في اجراءات بنشوفها وفي تنفيذيين موجودين على الارض للتعامل مع هذه الامور، في تحذيرات كمان تم اطلاقها. يعني خلينا نعرف تفاصيل من اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية. صباح الخير يا سيادة اللواء. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني لو حضرتك توصف لنا المشهد في محافظة الإسكندرية يا فندم. يعني حضرتك عرفتوا كده احنا من يوم الاربعاء رافعين الحالة للمتوقعات من هيئة الأرصاد ان في أمطار غزيرة ورعدية هتبقى على الإسكندرية. نعم. ليلة الخميس يعني من مساء يوم الاربعاء وليلة الخميس أمطار متوسطة وبشكل شبه مستمر على كل أنحاء المحافظة، ويتم التعامل معها أول بأول. مع فجر الخميس بقى اللي هو امبارح يعني، وأمطار كانت غزيرة جدا وكانت مركزة في أحياء شرق الإسكندرية، يعني بدأت من وسط وشرق. نعم. والمنتزه أول ومنتزه ثاني كانت غزيرة جدا في الشرق ده، يعني منتزه أول ومنتزه كانت غزيرة جدا، حصل تجمعات كبيرة جدا، ويمكن معالي الوزير المحافظ ادى اجازه للمدارس لما يعني حجم الامطار كان يعني ممكن يبقى يعمل مشاكل مروريه، فسادته بنشكره طبعا على انه يعطى اجازه للمدارس حفاظا على المواطنين، يعني طبعا حفاظا على ابنائنا وعلى المواطنين كلهم يعني. وعشان كده تعزك شايف كده كميات ميه كتيره جدا فوق الشبكه، تم التعامل معاها على قدم وساق، وبدانا بالمحاور الرئيسيه ثم المحاور الفرعيه، ويمكن لعند بالليل امبارح شغالين بقى في الاماكن اللي هي تعتبر غير حضريه والاماكن اللي هي صعبه جدا داخل المناطق الشعبيه. نعم. طيب سياده اللواء، خلينا اعرف من حضرتك في البدايه، هل هو ده وقت النوه تحديدا ولا مش هو ده الوقت اللي كانت محدده الارصاد لهطول هذه الامطار؟ استاذ احمد برضه انا عايز اقول ان دلوقتي في تغيرات مناخيه، يعني زي ما بقول لحضرتك يمكن النوه اللي فاتت كان عندنا تجمعات في غرب الاسكندريه. نعم. المره اللي قبلها كانت في منطقه العجمي، ومره في منطقه الجمرك، ومره في منطقه الغرب ومنطقه الوسط. المره دي التركيز كله كميه كبيره قوي نزلت في شارع الاسكندريه. فتوقيت النوة يعني بقول لحضرتك احنا متابعين فعلا مع هيئه الارصاد يوم بيوم وساعه بساعه، ومشكورين هم بيبعتوا لنا يعني الخرائط وبعتوا لنا التوقيتات. نعم. فبنشكرهم طبعا على المتابعه المستمره دي. بقول لحضرتك كل اجهزه المحافظه كانت عندها معلومه من يوم الاربعاء. كلنا رافعين الحاله، شركه الصرف الصحي، شركه الميه، الساده رؤساء الاحياء، شركه النهضه، شركه الكهرباء، كل المرافق وبقياده معالي الوزير المحافظ، وكلنا شغالين على قدم الوساط حتى لا يدور مواطن في التدريب. هو طبعا الكميه كانت عاليه جدا امبارح بطريقه يعني حاجه غير مسبوقه، ويمكن هيئه الارصاد بعد النوى بتخلص بيبعتوا لنا الكميات. يعني النوى السابقه كانت الكميات فعلا حوالي اربع اضعاف استيعاب الشبكه بتاعتنا. طيب خليني اعرف برضه من حضرتك يا سيادة اللواء، هل في نيه لتعطيل الدراسه بما ان حضرتك بتقول انه يمكن كميه الامطار كبيره جدا وغزيره جدا، هل في اي قرارات كاجراء احترازي طبعا بالنسبه لسقوط الامطار بهذه الغزاره في الايام القادمه، ولا هيتم التعامل عادي؟ استاذ جمان احنا طول الليل الناس بتتعامل، طول الليل ليله الجمعه يعني طول نتعامل، وعند دلوقتي في امطار يمكن خفيفه في بعض الاحياء. تعطيل الدراسه طبعا معالي الوزير المحافظ بيراجع برضو كل الجهات، وقرار بيتاخد غالبا بيبقى ليله الحدث. بس امبارح كان وضع يعني كان صعب جدا، كميات ما كناش متوقعين الكميات الصعبه دي لسه على شارع اسكندريه، فسيادته ادى القرار الصبح. انما غالبا هو سيادته لما بيراجع وبيتاكد ان الكميه كبيره وممكن يحصل مشاكل فبيدي الاجازه ليله من بالليل يعني. فهو حضرته بيسمع من هيئه الارصاد وبيسمع من كل الجهات
عشان يقدر يدي القرار بتاع تعطيل الميدان. نعم صحيح. طيب لو بنتكلم على التواجد الميداني والتنسيق ما بين الجهات التنفيذية، عاوزين نعرف ازاي ده بيتم في أرض الواقع تحديدا في محافظة اسكندرية، لأن احنا عارفين نسيت اللي هو محمد الشريف يعني مشكورا دايما بيكون متواجد أثناء يعني هذه الأزمات في الأرض وبيتابع الأمر يعني برؤى العين زي ما بيتقال كده، وعرفنا أن في 150 عربية تم دفعها من الهيئة عند حضراتكم علشان خاطر يعني تكسح مياه الأمطار. إيه اللي بيحصل في الأرض حاليا؟ اكيد يا استاذ احمد، برضه احنا زي ما حضرتك فضلت كده في تنسيق كامل بين الاجهزه التنفيذيه كلها. نعم. مع بقياده معالي الوزير المحافظ، كلنا متصلين بشبكه لاسلكي، باللاسلكي يعني بنبلغ الاشاره على طول، بنسمع بعض كلنا. نعم. كل الاجهزه تسمع بعضها، في على الواتساب برضه في يعني معمول كده جروب عشان كل التنفيذيين يبقوا برضه شايفين الحدث وسامعين ومتابعين حاله الانصاب اول باول. وانا حضرتك يمكن يعني التعاون والتضافر ده يعني هو اللي بيخلي الامور الحمد لله تخلص بسرعه وما يحصلش مشاكل. بس احمد انا بس عايز اكد مع حضراتكم على استاذ جمانه والساده المشاهدين، يعني الحل بتاع اسكندريه يعني الدوله بدات فيه فعلا، يعني صحيح. يعني فخامه الرئيس ودوله رئيس الوزراء وفروا مبالغ كتير جدا لاسكندريه لبدايه مشاريع فصل مياه رفع البنيه التحتيه خاصه بيها، وفعلا بدانا ثلاث مشروعات من المرحله الاولى، ودول الحمد لله يمكن مع كل النواه اللي حصلت ما حصلش فيها مشكله. واحنا يعني الدوله مدعمانا، وباذن الله في المستقبل يستكمل هذه المشروعات. صحيح. وبالتالي ما يحصل الامطار مش هتلاقي اي مشكله اي تجمع في اسكندريه باذن الله ان شاء الله. يا فندم سياده اللواء، لو في اي حد من اهالي اسكندريه حابب يبلغ عن تجمعات للمياه او يبلغ عن اي مشكله خاصه طبعا بالصرف الصحي، في رقم معين يقدر يتواصل عليه؟ حضرتك 175 من التليفون الارضي، 175 من التليفون الارضي او تليفون الموبايل. وحضرتك برضو احنا زي ما قلت لحضرتك كده، احنا كل الاجهزه متصله ببعض، يعني حتى لو بلغنا انا في الصرف الصحي 175 بلغ المحافظه بلغ النجده، كلنا بنبلغ بعض، وبلاغ المواطن بيتحط على قدامنا على الشاشه، وده قدامنا لحد ما يخلص ونتاكد المواطن انه خلص. 175 ده متاح 24 ساعه عندنا في الصرف الصحي. طيب اخيرا خليني اسال حضرتك عن كميه الامطار، يعني نقطه حضرتك ذكرتها مهمه جدا، فكره انه كميه الامطار غزيره جدا ووفيره جدا واكثر من اللي احنا متعودين عليها، يتم التعامل معاها ازاي يا فندم؟ بقول لحضرتك احنا كل طاقتنا، يعني احنا حضرتك مسحك 155 سياره وبداله موجودين في الشارع، 200 محطه رافعين درجه استعدادهم، كل الاجهزه موجوده في الشارع، دي كل طاقتنا. انا بقول لحضرتك احنا في المستقبل باذن الله، يعني في المستقبل باذن الله لما نكمل المشروع اللي هو بتاع فصل مياه الامطار عن الصرف الصحي. نعم. وده الاستشاري بتاعنا كليه الهندسه جامعه اسكندريه، القياده اللي معالي الوزير المحافظ وكل الاجهزه المرور وشركات المرافق. نعم. ولو ما يكمل الكلام ده باذن الله حضرتك لن مش هتلاقي نقطه مياه في اسكندريه باذن الله، وكله في الاخر هيروح على مشروع الدلتا الجديد، يعني برضه حضرتك المياه دي هتنزل وتتحول ان شاء الله في المستقبل لمشروع الدلتا الجديده باذن الله. نعم. يعني اخيرا كان الله في العون، وعارفين ان في يعني مجهود كبير بتقوموا بيه على الارض، ربنا يوفقكم سياده اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه. ويمكن زي ما اكد يا جمانه وفي سؤالك اللي سالتيه بخصوص المبلغين يعني على اي تراكمات للمياه، ننوه برضو عناية السادة المشاهدين ان اي حد عنده تراكمات في المياه يقدر يكلم الخط الساخن رقم 175 تحديدا للابلاغ عن اي مشاكل تخص الصرف الصحي او فيما يخص بالامطار الخاصة بهطول يعني هذه الامطار على المحافظات المختلفة مش بس محافظة الاسكندرية.